اللقاءات التانية في ليفل 2 مع المعلمين الخبراء. إن شاء الله تكون السلسلة دي مفيدة وخفيفة على حضراتكم، وإحنا معاكم في أي استفسار أو أي سؤال بعد المحاضرة إن شاء الله. النهاردة أول المحاضرات هنبدأ فيها على الـ Interactive Whiteboard. الـ Interactive Whiteboard، الـ Smart Board أو Promethean أو أي نوع من أنواع الـ Smart Board. أنا هنا لما باجي أتكلم هاخد مثال، المثال دوت اللي هو الـ Smart. إحنا عندنا أنواع كتير جداً 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 من السوبرات. في سوبرات منها صيني، وفي سوبرات منها سوبرات قوية جداً زي السمارت والبروميثيان وحاجات كتير قوي، ودي بتبقى يعني في منطقة لوحدها. وبعد كده في سوبرات صيني زي تكتاسي وآي كيو وبي سي واي وحاجات كتير قوي قوي. طيب مهما يكون نوع البورد بتاع حضرتك، مهما يكون نوع السبورة، حضرتك تقدر تحط عليها السوفت وير اللي أنا هشتغل بيه دلوقتي، اللي هو السوفت وير بتاع السمارت بورد. أنت علشان تشتغل محتاج زي ما احنا شايفين في الصورة كده بروجيكتور وبي سي، ومحتاجة سكرين. السكرين دي في الآخر هو جهاز كمبيوتر، حضرتك تقدر تسطب عليها أي نوع سبورة. يعني أنا عندي مثلا البروميثيان، هحط برضو عليها السوفت وير بتاع البروميثيان، وهحط عليها السوفت وير بتاع السمارت، ولو عايز أحط السوفت وير بتاع الآي كيو بتاع تكتاسي بتاع أي حاجة عادي، مفيش أي مشكلة. من أحلى السوفت وير، ويمكن ده سبب رئيسي إن السبورة تبقى غالية، السوفت وير بتاع السمارت بورد أو البروميثيان. هنبدأ مع بعض كده أوريكم السوفت وير دوت فيه إيه، وبيحل مشاكل قد إيه وقد كده هو لطيف، وإحنا محضرة لحضراتكم نماذج من السبورة اللي عندي. أول حاجة أنا ممكن حتة أنا 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 والناس والطلبة بيعملوا دوشة وفيلم والكلام ده، ممكن أتغاضى عنه إن أنا أول السنة بس أدخل أسامي الطلبة بتوعي في الكلاس، وبعد كده لما أجي أختار وهكذا أختار عدد الكلاس بتاعي، أقدر أدخل أسامي الطلبة اللي عندي أو أكتبه عربي أو إنجليز زي ما إحنا عايزين. أقدر أعمل select، أقدر إن أنا أقول ما يبقاش فيه repeated أو repeated زي ما إحنا حابين. دي نماذج أنا محضراها للسمارت بورد. برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن تسمح لك السمارت بورد بيها، أو هقول مش السمارت بقى لأن أنا ما يهمنيش السمارت، هقول لك الانتراكتيف وايت بورد. الانتراكتيف وايت بورد ممكن تعمل الشيت اللي حضرتك بتديه للطلبة، تعمله ازاي؟ تعمله زي من سيربح المليون، فاكرين البرنامج اللطيف ده. هنا برضو أنا ممكن أدخل السؤال، والسؤال ده مهما يكون عربي إنجليش أي حاجة، وبعد كده أختار الإجابة الصح. يقول لي ها متأكدة ولا لا، هقول له لا مش متأكدة. يقول لي طيب عايزة إيه، أقول له مثلا نحذف إجابتين وهكذا. فإحنا بنعمل إيه، الطلبة بتحل وبتكون مستمتعة جدا، وأنا هادية قوي، والدنيا مقسمة الكلاس بتاعي فرقتين أو أربع فرقات وإيه، وبيبقى كل هدف الطلبة إن هم يدخلوا ويبقوا مليونير. بس اوعى تفتكر إن أنا أعرف أعمل التمبلت ده. التمبلت ده بيبقى فاضي وموجود جوه السوفت وير، حضرتك بتعمل إيه؟ بتعمل إيديت بس فيه، وبتكتب الإيه؟ السؤال اللي انت عايزه بطريقة لطيفة. من النماذج اللطيفة جدا اللي انا برضو بحب الطلبة بتوعي ان هم يدخلوا بيها الحدوتة دي. الحدوتة دي بتحكي على ايه؟ ان في ساحرة شريرة. الساحرة الشريرة دي الساحرة الشريرة دي هتحول العائلة الملكية الى animals، وبعدين كل واحد فيهم بقى يقول لك
حياتي، اختارني انا، اختارني انا. وبعد كده حل الاسئله دي، وبعد ما تحل الاسئله دي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان حضرتك هيكون بالنسبه لك هيتحولوا تاني للصوره اللي هي صوره الايه؟ الهيومن بتاعتنا. حاجات كتير جدا وتولز كتير جدا ومفيده قوي 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 موجوده جوه السمارت بورد، جوه السوفت وير بتاعك، وفي نفس الوقت حضرتك ممكن تشتغل بيها وانت اوفلاين. يعني انت هنا ممكن طبعا التولز بتاعت الماث تحفه، انك انت تمسك كومبس، ترسم سيركل، تعمل حاجات كتير جدا. الحاجات دي كانت بالنسبه لنا كانت تحدي كبير قوي قوي، واحنا يعني بدون الانتر اكتف وايت بورد، سواء بقى انك انت محتاج كالكوليتر، ساينتفك كالكوليتر، محتاج انك انت تعمل كده، محتاج ستوب ووتش، محتاج حاجات كتير قوي هتلاقيها. الجيمز اللي موجوده تقدر تشتغل بيها. يمكن انا هنا حاطه بس مثلا حاجات ماث اكتر، بس لاني انا ماث تيتشر، لكن مش معنى كده واقدر اخد مثال تاني واقدر ابدا من جديد واقدر اعمل حاجات كتير جدا وانا قاعده جوه الكلاس مستمتعه جدا والدنيا لطيفه والشغل كويس قوي قوي. فطبعا دي من الحاجات اللي انا احب ان حضراتكم تشتغلوا بيها. احنا عندنا بنحارب اصلا ان المدرس يدخل يشتغل بالوايت بورد بالباوربوينت، لانك انت ليه تشتغل باوربوينت؟ ليه توجع قلبك بالباوربوينت؟ انت ما بتعرضش، امال انت بتعمل ايه؟ انت بتعمل انتر اكتف، انت في تفاعل بينك وبين الطالب. انت مش بتعرض باوربوينت مهما يكون الباوربوينت انت شاطر فيها، انت مش قاعد تدي محاضره، مش بتلقن الولاد. انت محتاج سوفت وير، السوفت وير ده تقدر تشتغل يطلع ويحل ويجاوب ونعمل يعني ناخد الانسر وحاجات كده، يكون هم مستمتعين والدنيا ماشيه معاهم بشكل كويس قوي قوي قوي. التولز اللي موجوده حضرتك زي ما انا قلت انك انت تقدر توصل لها وانت معاك وانت مش على الانترنت، يعني الانترنت يكون مقفول، ورغم كده حضرتك تقدر تدخل وتشتغل. بصوا معايا الاكتيفيتي دي. Click where you would like to go. Walk in the woods. Let's help Teddy to find the picnic. Teddy likes to walk forwards and backwards. Funny Teddy. First, Teddy needs to find the log. Click on the square that the log is in. Yes, the log is in this square. فإذا كنا إحنا بنكون مستمتعين جدا جدا بالاكتيفيتي، وطبعا الشغل دوت انا باخده من سنه لسنه ومن كلاس لكلاس، وبعد كده بقدر ان انا اشتغل بيه، فازاي احنا ما نعملش؟ ازاي انا ما علمهوش ازاي يعمل بالانس؟ ازاي شايفين كل الحاجات دي اقدر اشتغل بيها من اول بري كي جي كمان، مش من اول كي جي لا، وبكل اللغات. 1 اقدر اعمل حاجات كتير جدا. 3 4 5 اوكي، اقدر اشوف ازاي الحرف بيتكتب، اقدر اسمعه، اقدر اكتبه من اول وجديد. فهو قاعد بيتعلم بطريقه حلوه جدا. زي ما انا يعني محضره لكم حاجات كتير كده، مش عايزه اضيع الوقت في ان احنا نشوف نماذج معموله. كتاب المدرسه اصلا لا يمكن اشتغل في كتاب المدرسه البي دي اف الا اذا كنت حولته لسمارت بورد. لما يكون الكتاب 200 صفحه انا هحوله برضو سمارت بورد. لما احوله لسمارت بورد هستفيد ايه؟ انا هستفيد ان انا همسك قلم واحل المساله واقول له دي صح، لا دي غلط، طيب احط من هنا، انا عايزه مثلا احط بروتراكتور، عايزه اقيس حاجه، عايزه اسجل حاجه، عايزه اعمل اي حاجه
هتلاقيني بمنتهى السهولة أقدر إن أنا جوه الكتاب عملتها وبعدين سيف بقى في إيدي ملف، خلاص الكتاب خلص، الدنيا بقت كويسة معايا. زي ما أنتوا شايفين أنا بقلب الصفحات من هنا بالمنظر ده، أو كمان بقلب الصفحات بتاعتي من هنا. تقولي طيب يعني زي ما أنتوا شايفين دي مساحة الشغل، بس أنا عندي هنا في حاجة اسمها البيج سورتر، دي فيها كل الصفحات اللي أنا محضراها علشان أتناقش فيها مع حضراتكم. تقدر تعمل عدد كبير جدا جدا من الصفحات وبعد كده تقفل، بقى عندك الفايل ده. الفايل ده أنا عاملاه من زمان جدا، يعني يمكن بالنسبة لي في حاجات بقالي فترة ما شفتهاش، بس إيه؟ بس تعالوا نبدأ مع بعض كده بالراحة ونشوف قد كده السمارت بورد دي قطعة فنية. أول لما أجي أفتح وعايزة أفتح صفحة جديدة، عندي هنا Add Page، هي الشكل اللي عندي، عندي اللي هو الجزء اللي فوق ده، وعندي جزء كمان في الجنب كده، وعندي مساحة الشغل بتاعي، وعندي كمان هنا لو أنا مسطبة صح بيبقى عندي حاجة اسمها الدرايفر بتاعي، برضو فيها جزء بتاع السمارت بورد. طيب تعالوا نبدأ مع بعض كده بالراحة. أول حاجة الصفحة اللي أنا بدأت بيها السيشن بتاعتي اللي هي كان لونها أخضر دي، أنا عملت إيه؟ هي الصفحة فاضية. طيب وبعدين أنا مسكت كده في مربع هنا بنزله أوتوماتيك، فالكلام بيظهر إيه واحدة واحدة. تقول لي يعني إيه؟ أقول لك لو أنت تعرف قد كده الدنيا دي سهلة وبسيطة ولعبت بيها لعبة صغيرة قوي. الموضوع على فكرة مش حاجة صعبة، لا الموضوع فكرة. تقولي يعني ايه الموضوع فكرة؟ اقول لك تعالى كده اوريك حاجة صغيرة خالص وبعدين نبدأ. هو السوفت وير مع البورد تقيل شوية، مع الفيديو يعني تقيل شوية. اوكي مثلا هنا كده انا بدي الابتدائي، فالطلبه عندي بيعملوا حاجه لطيفه قوي. هنا مش راضيه تفتح كده، بس تعال نشوف كده انا عامله ايه. انا عامله هنا، هي هتظهر بس هو النت بس تقيل شويه. عامله ايه؟ عامله هات، وبعدين باخد حاجه لونها اخضر احطها على اللون الازرق فما تبانش، وهكذا. تقول لي طيب لغايه لما تفتح، تعالي نفتح صفحه جديده. احنا نفتح صفحه جديده ونقول صفحه بيضاء، دي مساحه الشغل بتاعتي، من هنا انا اقدر انزل كده. الصفحه نفسها ما بتنتهيش، يعني حضرتك ممكن تقعد تكتب فيها زي ما انت عايز. وهنا في لون ازرق كده تقدر تقول له ايه اكستند الايه، اكستند الايه البيج. تقول لي طيب الصفحة نفسها أقدر أعمل فيها إيه؟ أقدر من هنا أفتح صفحة جديدة، أو أمسح الحاجة اللي أنا عاملاها، أقدر كمان أعمل من هنا حاجة مهمة أوي. تعالوا نشوف، لأن هي هتهمنا جدا حتى وإحنا أونلاين. أقدر أعمل فول سكرين من هنا. تقول لي طيب وبعدين أرجع في المربع اللي هو بيظهر ده عندي، أرجع تاني من فول سكرين. أقدر كمان أقسم الصفحة لجزئين. الصفحة هي ظهرت الصفحة الحمد لله. أقدر أقسم الصفحة لجزئين، جزء هنا أكتب فيه، جزء هنا يبقى فيه الرسمة، يبقى فيه مثلا الرسمة الهندسية ويبقى الأسئلة عليه، يبقى القانون في صفحة والولاد بيحلوا في صفحة تانية، and so on. اللي أنا كنت عايزة أوريه لكم هو إيه؟ يقول لك إيه؟ بص أنا همسك الثري وبعدين اقول له ايه جلا جلا، وهنحطها في الهات بتاع الساحر، وبعدين راحت طلعت كام؟ طلعت 5. الموضوع سهل وبسيط، ولو تشوفوا هو معمول ازاي هتضحكوا. انا عاملاها ايه؟ عامله 3 باللون الازرق، فاوتوماتيك لما تيجي على الازرق مش هتظهر، وعامله 5 باللون الاخضر، فاوتوماتيك ولا بقى في طاقيه الساحر ولا جلجلة ولا أي حاجة، لا ده أنا عاملاها وإيه
وبلعب على الجزء ده. فانتوا لازم تعرفوا ان الموضوع فكرة مش موضوع متعب واحنا شغالين. تقولي طيب ارجع تاني اقول لا انا عايزاها صفحة واحدة، بقت صفحة واحدة. طيب هنا تقولي انا عايزة اعمل ايه، انا عايز كل التولز دي اشتغل بيها بس تبقى الصفحة البيضاء دي ترانسبيرنت. يعني ايه؟ يعني تبقى موجودة بس مش شايفينها. تقولي هستفيد ايه؟ اقولك لا ده احنا هنستفيد قوي. انا هاجي اشرح وانا اونلاين اي حاجة هتبقى السمارت بورد كلها تم اختزالها في البوردة. طب انا هعمل بيها ايه؟ هقولك همسك الآلة واقولك بص انت شايف الجزء ده بس بيكتب بلون فاتح مش شايفينه، اقولك نختار اللون اللي احنا عايزينه بالثيكنس اللي احنا عايزينه. تقولي اوكي اقدر اعمل وافتح كده وبعدين اروح افتح مثلا التيمز وافتح صفحة جديدة واعمل كل حاجة ويبقى كل السمارت بورد يتم اختزالها في الشكل ده. تقول لي انا عايز ارجع للاصل، تقول لك ندوس عليها بقى اللي انا عملته هنا. تقول لي طيب انت مسكتي قلم، اقول لك صح مسكت قلم، يبقى انا عندي اقدر امسك قلم احمر وامسك كده واختار الالوان دي باي ديفولت هو بيعمل لك التمانية دول. تقول لي لا مش عاجبني الالوان، اقول لك ماشي في هنا اختار الكلام ده. تقول لي قليلين قوي، اقول لك في مور اختار اللي انت عايزه. تقول لي طيب يبقى احنا عرفنا حاجه مهمه قوي ان انا ممكن امسك قلم بالدرجات اللي انا عايزاها. تعالوا نشوف كده هنا في الجنب 1 2 3 4. لما امسك قلم اقدر اختار من هنا عدد لا نهائي من الالوان. يعني ايه؟ يعني اختار شويه دول او في كلمه مور اختار درجة القلم باللون اللي انا عايزاه. تقول لي طيب وايه كمان؟ اقول لك وممكن اختار درجة محددة. تقول لي بتستفيدي منها ايه؟ اقول لك لو انا حاطة صورة ولا حاجة فاللي بيحصل انا اكون عايزة نفس الدرجة دي يبقى اخدها من التروبر اللي احنا عاملينه القطار. ممكن اكتب بقلم الثيكنس بتاعه كبير بالمنظر ده. تقول لي وممكن كمان اختار القلم ده يبقى الستايل بتاعه ايه؟ داشز نقط زي ما انت عايز تقدر تكتب بالمنظر ده. تقول لي وممكن كمان احدد الاند بوينت، شايفين مربعه كده ولا عامله زي السهم ولا كده؟ الاند بوينت والستارت بوينت ماشي، واكتب برده بالايه؟ بالمنظر ده. انا اخترت الاند تبقى كده والستارت تبقى بالمنظر ده. تقول لي ابدأ صفحة جديدة، اقول لك براحتك ابدأ صفحة جديدة. تقول لي يعني هو ده بس القلم؟ اقول لك انا مقدمه لك ايه دلوقتي؟ قلم كتير جدا بألوان كتير جدا بثيكنس ببداية ونهاية بشكل القلم عايزه يكتب مسط يعني خط مستقيم ولا منقط ولا هكذا. اقول لك طيب بس انا ما قدمتكش كده وبس، انا قدمت لك كمان انواع متعددة من الاقلام. تقول لي بتعمل ايه؟ هقول لك تعال نشوف الماجيك بن. تقولي الماجيك بن ده بيعمل ايه؟ اقول لك تعال نجيب صوره علشان حضرتك تكون شايف احنا بنعمل ايه. ماشي مسكت قلم وانا هختار الماجيك بن. اقول لك عارف الماجيك بن ده بيعمل ايه؟ تقولي بيعمل ايه؟ اقول لك بيعمل ثلاث حاجات. ايه الثلاث حاجات؟ لو رسمت بيهم سيركل حاجة مدورة كده ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل فوكس على حاجة معينة. بص لما اكون مركزة مثلا بدي الموناليزا فانا عايزة الصورة تيجي على ايديها بس على ابتسامتها بس، فانا ايه اقدر ايه اعمل كده. طب ولو رسمت بيها ريكتانجل تقول لي بيعمل ايه؟ اقول لك نشوف بيعمل زوم على الحتة دي مش فوكس بقى، لا مش بيعمل سبوت، لا بيعمل كده. طيب ولو رسمت بيها اي حاجه بقى؟ تقولي لو رسمت بيها اي حاجه تعالوا نشوف هيعمل ايه. بعد دقايق او بعد ثواني تقدر تتحكم كمان انت في الحته دي
اللي انت كتبته هيختفي. طب انا هستفيد ايه؟ اقول لك هتستفيد حاجه مهمه جدا، ان البرزنتيشن بتاعتك هتبقى نظيفه ما فيهاش شغل ولا اي حاجه. انت علمت، الطالب دخل اللي هو كتبه تراح، وجي طالب تاني انسان، تقول لي طيب ده الماجيك بن، تقول لي وفي كمان نفتح صفحه جديده في حاجه تاني اسمها كرييتيف بن، تقول لي ايه الكرييتيف بن ده؟ اقول لك تعالى نشوف. باي ديفولت هو مقدم لك 8 استامبات، يعني كل ما تعمله كده يعمل استامبه وممكن تاخد شكل تاني وممكن يعمل كده حاجات كتير قوي. تقول لي طيب وبعدين هستفاد منه ايه؟ اقول لك يا ده انا في ثانيه انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل السيت اوف سمايل فيس، او ان انا اخترع لنفسي استامبه. انا مدرسه ماث، مدرسه عربي، فهخلي ايه كل ما ادوس كده بدل ما يعمل لي الفلاور دي يقول لي ايه؟ احسنت، بارك الله فيك. او حاجه لطيفه قوي بنعملها اصلا، اني انا اصور الولاد، وبعد ما اصور الولاد اعمل ايه؟ اربط الطالب سؤاله بصورته. قد كده الحته دي نفسي اعلمها لكل الناس لسبب. لو نفترض ان دي صوره منى مثلا، دي صوره منى، اوكي انا عامله انا متشفين. اوكي دي صوره منى، تقول لي طب وبعدين؟ انا صورتها وعملت لها انسيرت طبعا ودخلت الصوره عادي، ودي صوره وانا ضعيفه جدا في الحته دي. انا هربط كمدرس الصوره دي بسؤال سهل جدا جدا جدا، وبعدين اوتوماتيك هيحل. اول لما يحل ايه اللي هيحصل؟ انا هقول له يا حلاوتك يا جمالك، يا خبر انت عرفت بذمتك انت حليته لوحدك؟ لا مش معقول تكون حليته لوحدك. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ ساعتها الطالب هيبقى كويس، ساعتها الطالب صدقني هياخد ثقه في نفسه وهيبدا يحاول ويقاوح وتعتمد برضو على قدرتك انك انت اقنعته ان السؤال ده حد جينيس هو اللي يحله. تقول لي طيب تعالي نشوف حاجه تاني. في كمان الهايلايتر، انا مش هتعرض ليه لان احنا عارفين انا ممكن اعمل هايلايت لاي حاجه بالوان، وطبعا ايه عدد لا نهائي من الالوان، عدد لا نهائي من الثيكنس من السمك يعني. انسان في كمان القلم الكريون اللي هو ايه يكتب زي الوان الشمع بتاعت زمان، بحيث انك انت ايه ممكن ترسم ورده والطالب يقعد يشتغل والكلام ده، فطبعا الدنيا بتبقى لطيفة قوي 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 وانت قاعد بتعمل الاقلام. تقول لي مسكتي اقلام، وفي كمان القلم اللي هو بتاع الخط العربي والانجليش اللي هو القلم المشطوف اللي هو الايه القلم ده. تقول لي في حاجة تانية، اقول لك في القلم اللي هو يعرف يعمل ريكوجنيشن للشيب، يعني ايه؟ يعني ياخدك لأقرب شكل هندسي ليك، لو عملت كده يبقى انسان. تقولي مسكت قلم، يبقى انت محتاجه تمسكي ايه؟ اقول لك امسك استيك. تقولي عندي 3 انواع من الاستيك ريزر، اقدر امسح الايه الالام اللي هنا. تقولي طب الله هو ما مسحش الكلام ده، اقول لك عشان هو اعتبره ان هو اوبجكت، مش ايه مش بالخطوط اللي احنا عارفينها. تقول لي طيب واقدر اعمل ايه كمان؟ اقول لك عندك اشكال شيبس، الشيبس دي تقدر تختار الشكل اللي انت عايزه. هختار ان انا هعمل هارت، تقول لي وبعدين؟ اعمل كليك عليه، من هنا تقدر تصغره او تعمل له روتيت، او بما ان في ارو صغير يبقى لازم تعمل ايه؟ تعمل له كده دروب منيو كلون. تقول لي يعني ايه كلون؟ اقول لك دوس شوف كده كلون يعني كلون يعني هياخد نسخه من. تقول لي طيب وكات وكوبي وبيست وديليت، امال يعني ايه انفينيت كلونر؟ اقول لك كلون يعني واحد. طب انفينيت كلونر؟ تقول لي يعني هو هياخد منه العدد اللي بصوا هنا، هياخد من ده. تعالى كده شايف هنا في علامه كده، لو انتم مش شايفينها كويس، علامة الانفينيت كلونر.
ان انا يعني خدت عدد لا نهائي من النسخ اللي موجودة عندي. تقولي طيب تعالوا نشوف حاجة تاني، ادوس هنا وبعدين كلونر وبعد كده اعمل انفينيت كلونر واعمل لوك واعمل فلاب. تقولي يعني ايه فلاب؟ تقولي يعني ابسايد داون؟ تقولي اه ابسايد داون. تقولي طيب يعني اقلبهم، يعني قولي انت عايزه تقلبيه من فوق لتحت ولا من الشمال لليمين؟ تقولي لا انا عايزه ادخل له ساوند. تقولي اوكي انت عندك ساوند، يعني دخل الصوت اللي انت عايزه جاهز. تقولي اعمل ستور، يعني ادور فين انا عامله ملف الصوت وبعدين ادخله هنا. تقولي اه، او ان انا اسجل بصوتي. لما اقول له اسجل بصوتي انا بقى هقول ايه؟ يعني مثلا هقول قران، هقول نص، هقول اي حاجه، وبعد ما اخلص اروح اقول له ستوب ريكوردينج وبعدين اتاتش ريكوردينج. شايفين هنا كده اسجل بصوتي؟ انا بقى هقول ايه؟ يعني مثلا هقول قران، هقول نص. يبقى انا كده هنا رغم انها حاجه صغيره جدا بس هي حاجه مفيده قوي. ليه؟ انا قلت لكم على موضوع الفلاب والاوردر اللي هو برينج تو فرونت، يعني مين يجي الاول ومين يجي الثاني. هوريكم حاجه صغيره انا عاملاها بمين الاول والثاني، هتعرفوا قد كده هو مفيد قوي. وعرفنا عن ساوند، وعرفنا كمان لينك، يعني هتربط الصورة دي بإيه؟ بأي صفحة تانية أو بأي ملف تاني، باوربوينت، أي حاجة حضرتك إيه تقدر تتعامل بيها. تقول لي طيب جميل، وطبعا أقدر أكتب تكست وأغير بقى أندرلاين أو بولد وإيتاليك وكل الكلام اللي إحنا عارفينه، وأقدر أعمل إنسيرت لجدول معينه، واقدر كمان اعمل ايه؟ اعمل زي كده ستاره او سكرين اقدر، بحيث هي عليها اربع ايدين صغيره قوي، مش عارفه هتكون باينه ولا لا، بس هنا في كوره صغيره، في واحده هنا وفي واحده هنا، على اساس ان لو حضرتك عايز تبين لهم الشغل من هنا لهنا او الشغل بالمنظر ده. تقول لي طيب أقول لك كمان، عايزاك تعرف حاجة كويس قوي، إن الجزء ده أنت فاكرين في تيمز لما قلت بتفصله على ذوقك، هنا برضو بتفصله على ذوقك. تقولي يعني إيه؟ أقول لك في السيتنج دي يقول لك أنت عايز تتكلم مع التولز، عندك كل التولز دي تقدر تعملها، ولا عايز تتكلم على الأكشن؟ تقولي أنا مش عارف الكلام اللي بتقوليه ده. اقول لك شوف، هو هنا مقسم الجزء ده لمنطقتين، من اول السهم ده لغايه الاكس دي هو مسميها ايه؟ مسميها اكشن. طب لما اجي على التولز يقول لي اي بدي اللي بقت هايلايت، عندك تولز كتير، مين فيه بتستعمله على طول؟ مين انت عايزه؟ مين وانسى؟ تقول لي طب اللي انا عايزاها اعمل فيه ايه؟ اقول لك انا عايزه مثلا كلهم انا حطاهم، ماشي انا مش عايزه التكست، اروح شايلاها وحطها هنا، بقت شالت. لا انا عايزه القلم ده بكتب بيه على طول، اشيله واحطه هنا. يبقى انت بتعمله ايه حسب إيه احتياج حضرتك. تقول لي طيب يعني ما استمتعتش قوي بالانتراكتيف وايت بورد، اقول لك اجمل ما في الانتراكتيف وايت بورد صفحات البيج سورتر ومساحة الشغل، تقدر تصغرها تقدر تكبرها زي ما انت عايز. تقول لي طيب كل ما اجي اعمل كده تروح هي مختفية، اقول لك بسيطة، تعال نشوف. لو انت عايز بالبيج سورتر دي تبقى مفتوحة على طول، شيل الهايد دي، شايفين علامة التشيك دي؟ اروح شايلها، ساعتها هيفضل عندك مهما تشتغل بقى على مساحه الشغل هنا هي موجوده. لكن لو عايزه اقول لها اوتو هايد هروح ايه؟ اعمل لها الموضوع الاوتو هايد.
بيتش سورتر ده جميل حلو قوي، تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي، وتقدر انك انت تستفيد منه بشكل مفيد. تقول لي طيب هوريك قبل ما اروح حته تانية، انا هنا لعبه على الاوردر، انا لا بتاعت ان انا اقعد ارسم اعمل اشكال وبتاع والحركات دي، لا انا جبت صوره واحده وليكن الابل دي، ورحت عملت منها انفينيت كلونر، وبعد ما عملت انفينيت كلونر بقى خدت منها كذا واحده كلهم، قلت لهم ايه برينج تو فرونت، يعني جيبها لي في يعني اوكي، كلهم قلت لهم جيبهم ورا، كل الاجابات دي كلها اجابات غلط، الاجابه الصحيحه فقط هي اللي هتبقى ايه انا عاملاها ولا واحده من دول ما شاء الله انا اللي عاملاها اهي. طيب يبقى انا ايه دي هتبقى الاجابه الصحيحه. انا عامله المثال ده ان هو انت ممكن تكتب هذا وهذه، وممكن تعمل سؤال واجابات كتير، ممكن تعمل حاجات كتير جدا. انا كل اللي انا عاملاه لعبه في الاوردر، بس واحده بس مدياها اوردر ايه برينج تو فرونت، والباقي كلهم في الخلفيه. تقول لي طيب خلاص عرفنا البيج سورتر وقد كده هو مفيد ولطيف جدا اند ساوند. اقول لك اجمل ما في السوفت وير، اجمل ما في السوفت وير فعلا هو الجزء ده. تقول لي ايه الجزء ده؟ اقول لك ده الجاليري بتاع المكان. الجاليري عندي فيه 6649 ايتم. تقول لي طب وبعدين؟ اشتغل عليه وانا اشتغل عليه ايه بقى وانا ايه وانا اوف لاين، يعني ادخل الكلاس بتاعي ما عنديش انترنت عادي، سوفت وير متسطب، الجاليري فيه. الجاليري فيه متقسم تقسيمه حلوه قوي، هو مكتوب جاليري اسينشال يعني متطلبات التعليم. تقول لي ايه بقى الكلام ده؟ اقول لك بص متقسم، بتدخل الكلاس، زمان لما كنا بندخل كان يبقى ما عندنا قلم اخضر واحمر واصفر وبتاع ونحس ان احنا مالكين الدنيا. طب لو قلت لك انت داخل الكلاس ومعاك 7000 ايتمز تقريبا، تقول لي اوكي متقسمين الصور، لو محتاجه الصوره دي جاست ان انا بعمل ايه دراج، جاست ان انا بعمل لها دراج. لو محتاجه تقول لي انت عايزاني ادور على 5000 ايتمز، هقول لك في سيرش فوق اهو، اكتب اللي انت عايزه. تقول لا انا الصور بصراحه مش عاجباني، اقول لك انت عايز ايه؟ تقول لي وريني، اقول لك هي متقسمه لاربع مناطق، حاجات انتر اكتف ومالتي ميديا. تقول لي يعني ايه؟ يعني حاجات كده بتتحرك. تقول لي طب وريني مثال، اقول لك اوريك المثال الشهير جدا اللي انا بحبه قوي، انك انت هنا لو بنعمل الجهاز وانا اوف لاين، يعني انا بشتغل عليه وانا اوف لاين، انا مدرسه ساينس وانا قاعده كده بقول للطلبه من فضلكم اطلعوا احلوا لي الكلام ده، فهيعمل ايه؟ هيحط بقى اللانكس بتاعته مش عارف ايه المهم انا عملت دراج، الطالب عمل دراج وغلط، اقول له ايه؟ طب اتاكد. ده توفى ومات وزرق، والطالب فعلا بيحس ان هو قتله يعني. طيب وبعدين الطالب اول مره الكلام ده، الطالب الثاني هيعمل ريسيت ويطلع هو يجرب، بعد مرتين ثلاثه هتلاقي الدنيا بقت كويسه قوي، وانت بقى شغال ازاي مدرس يقعد يرسم الجهاز الهضمي ولا الجهاز التنفسي ولا بتاع، وينسى ان هو عنده على السوفت وير بتاعه الحاجات معموله جاهزه وانتر اكتف. هو دوت اللي انا بقصده بانتر اكتف، ان الطالب في تفاعل، ان الطالب هيطلع يحل ويضحك ويهزر، وبعدين نعمل ريسيت وطالب بعديه يطلع يحل. مصر أبا قاتلة، ما علينا. طيب تقول لي يعني الانتر اكتف ده ماث بس ساينس بس؟ اقول لك ابدا، ده في ملفات صوت، ممكن حضرتك اهو تسمع صوت
اوكي، في ان هو يقرا الاعداد، في انه يشوف، في انك انت عايز دايس، عايز تعمل اي حاجه، حاجات حلوه كتير قوي. في ملفات فيديو، يعني الشكل ده لو انتم شايفيني شايفين كويس، ملفات فيديو، حاجات جاهزه، انت داخل معاك 7000 ايتمز استعملها. انا ازاي اوجع قلبي ببروتراكتور وانا عندي بمنقله، والمنقله عندي تقدر ترسم وترسم لي انجل فظيعه وحاجات كده. مش قادره اقول لكم الحاجات قد كده حلوه قوي. الموسيقى تقول لي بس كتير، اقول لك هو من جهه كتير، هي فعلا كتير. طيب وبعدين نرجع نشوف، يقول لي في حاجات كده، نفتح صفحه. برضو حضرتك مطالب انك انت تشوف الحاجات دي وتستمتع بيها، وتقعد انت نفسك اكتر من اي حد هتكون مبسوط قوي. انا عملت هنا بس دراج او دبل كليك عليها، يعني لو عملت دبل كليك عملت دبل كليك، تقول لي اوكي، يبقى احنا كده عرفنا ان حاجات كتير قوي قوي قوي. تقول لي طيب دول 7000، اقول لك مش كده وبس، ال 7000 اللي حضرتك بتتكلم عليهم متقسمين، انجلش فوق اهو، انجلش ماث، حتى السبيشال نيد، حتى التكنولوجي، حتى الناس اللي عندهم يعني قدرات خاصه، الماث لوحده والساينس. لو عملت كده ما ينفعش بقى انك انت تبقى مش ماث، يعني ماث تيتشر وما تستعملش الحاجات دي. امال تستعمل ايه؟ امال تستعمل ايه؟ انا لما بعدي كده والاقي واحد قاعد يمسك اشارات المرور ويلون على السبوره اللي هي غاليه، اللي اقول منه لله، انت بتعمل، انت من كوكب تاني؟ ما الحاجات دي جاهزه. انت ايه اللي يخليك توجع قلبك وترسم، وبعد ما ترسم تعمل كده، وبعدين اشاره المرور حمراء خضراء؟ الحاجات دي جاهزه عندك ومش هتدفع فيها فلوس. والسوفت وير المفروض انك انت بتستلمه من المدرسه، او السوفت وير اللي انا بكلمك عليه دلوقتي ده كمان فري، واللي هو سوفت وير 10 ده فري. طيب في سوفت وير اكتر من كده وافضل من كده بكتير قوي، اقول لك بينزل ترايل فوق ل 90 يوم. 90 يوم يعني 3 شهور، يعني تشتغل تسطبه على جهازك وتعمل بيه الشغل وتعيش حياتك بشكل مميز جدا جدا. تقول لي طيب وبعد كده، اقول لك هو متقسم، واي حاجه بفتحها من المربع اللي فوق ده هي بتتفتح ايه وبتيجي كمان خلفيات وباك جراوند. عايزه صفحه جراف، عايزه جراف بالمنظر ده، عايزه صفحه مسطره. طب لو ده كله ما عجبكش تقدر تعمل ايه؟ امبورت وتدخل الكلام بتاع حضرتك. تقول لي اوكي وفي ايه كمان؟ قال لك listen activity tool kit 2. تقول لي ايه listen activity tool kit 2؟ اقول لك زمان انا لما كنت اجي اعمل لوحه دراسيه كنت اروح لمدرسه الارت واقول لها من فضلك اعملي لي لوحه وزوقيها كده وخليها تبقى جميله، وبعد كده اعملي لي اماكن انا هكتب فيها. تقول لي طيب، انا هقول لك بقى الكلام ده كلام فاضي. لو انا قلت لك لا احنا مش هنشتغل كده، اقول لك ايه رايك بقى، انا هعمل لك ديزاين عمرك ما بتحلم ما حلمتش بيه، والديزاين ده هيبقى انتراكتيف ويغطي كل انواع الاسئله، وحاجات جاهزه وجميله وممتعه، وفي حاجات اوتو كوريكت والكلام ده. تقول لي في الكلام ده؟ اقول لك اه في الكلام ده. تقول لي فين؟ اقول لك في ليسون اكتيفيتي تول كيت 2، لما تدوس عليها من فوق هتفتح لي تحت كده. ما عندك كمان 800 ايتمز متقسمين وفاضيين بكل انواع الاسئله. تقول لي يعني ايه؟ هقول لك مثال واحد بس، وكلهم 800 بيتحلوا بنفس الطريقه وانت اوف لاين. هنا اجي اعمل ايديت، اجي اعمل ايه؟ اديت،
اكتب اللي انت عايزه. انا لو كتبت مثلا هذا وهذه او odd number و even number تقول لي طيب ال odd اللي هم ايه؟ اللي هم 1 و 3 و 5. طب وال even number اللي هم ايه؟ من 0 2 خلاص مش ضروري كله بقى بس ايه 4 ماشي و 6 و 8 and so on. وبعدين اوكي تخيلوا الطالب هيدخل يعمل ايه؟ الطالب هيدخل يقول له 3 دي هيعمل دراج من على البورد. Even number لا يبقى هترجع. طيب هي odd number الطالب هيعملهم ويحفظ الدرس وبعدين ايه يعمل reset. كلهم كل الانواع بتتعمل بنفس الطريقة، تختار الشكل اللي انت عايزه. بصوا ده لطيفة قوي برضه، يا اما تعمل لها drag يا اما تعمل لها double click. عارفين اللي هو ايه حذر فذر الكلمه اللي انا مختارها تبقى ايه؟ تقولي انت قلتي كلهم من نوع من edit. اقدر اقول مثلا انا هكتب ايه 90 درجه او لا هكتب right. اوكي هكتب right angle right. طبعا هو بيكتب عربي وانجليش. تقولي لي ايه فانا هكتب لك ان هي الانجل اللي هي مقدارها 90 درجه ماشي. وبعدين هكتب 60 واحده وبعدين حذر فذر هي كلمه فيها حروف ايه حروف فيها اي صح يبقى في خدت جون. وفي كمان لو طلعت غلط انك انت يخبطك بطماطمايه كده وفي انك حاجات بقى يعني انت تختار كمان بدرجات ولا باسكت بول ولا توميتو زي ما انت ايه ما انت عايز. فطبعا ده اوبشن اكتر من رائع، مش شايله هم لا الصفحه تخلص وقاعده افتح الصفحات ولو حد سالني في اي حاجه هقول له انت كنت بتسال على انهي صفحه؟ ما هي كل الصفحات بقى موجوده هنا عندي. انت بتسال على انهي صفحه؟ طيب تحب ان انا نرجع ليها تاني؟ مش معلش الصفحه اتمسحت. قضينا طول عمرنا البورد بنكتب ونمسح ونعمل وكده. فطبعا يعني الدنيا هنا بتشتغل بطريقه قويه جدا. طب افرضوا انا اصلا مثلا بكتب بايدي الشمال او البورد مش عارفه اقف من ناحيه دي، البار بتاع الشغل ده من هنا اقدر اجيبه. طيب افرضوا ان انا قصيره والدنيا مش واضحه معايا، خلاص نزل الجزء ده هنا واشتغل عادي. يبقى انت قاعد اللي انت عايزه بتلاقي طلب بيلبي احتياج ايه حضرتك. تقول لي افتح صفحه جديده واروح بيج سورتر اللي احنا عرفنا ان فيه امثله وعرفنا اللي هي ليسون اكتيفيتي دي ايه. مش قادره اقول لك ال 800 واحد احلى من بعض ازاي. يعني انا لو عايزه ادي تايمر والتايمر ده هقول للولاد بصوا بعد 10 ثواني تسيبوا لي القلم، تقدروا انك انتوا ايه هم هيكونوا قاعدين يشتغلوا ايه اول لما يسمعوا طم سيبوا. تقدر تعمل حاجات كتير جدا جدا يعني مهما احكي لكم هي حاجات لطيفه قد ايه ومفيده قد ايه. وانت بتعملها مره واحده بس في الترم او مره واحده وبعد كده ان شاء الله تبقى تاخدها من ايه من حته لحته. فالدنيا بالنسبه لي ماشيه كويسه قوي. طيب لو انا مثلا في حاجه اصلا انت عايزينها كل مره ادور على ال 8000 ايتمز بتوعك دول اقول لك لا. لو ده عجب حضرتك في هنا تقول له ايه؟ تقول له add to my content. هو بيحطها لك في فولدر لوحده فوق هنا. هقول له add to my content. تفتح الماي كونتنت تلاقيها ايه موجوده عندك هنا بالمنظر ده. فانت بتحضر حالك وبتعمل كل حاجه وبعد كده الدنيا كل يوم بتضيف وكل يوم بتبقى موجوده عندك الدنيا بسيطه قوي قوي. تقدر كمان تعمل ايه؟ تسجل. اصل انا مش هقعد كل يوم بقى ان شاء الله ارسم نفس الرسمه. اقول له امال انا اعمل ايه؟ انا هرسم مره واحده. تقول لي طيب يلا ارسم. هقول له مثلا عايزه اعلمهم ازاي يرسموا الكيوب، ازاي يرسموا الكيوبويد انسون.
اختار لاين سيجمنت وهقوله احنا بنرسم كده وبعدين بنعمل جي وكده وبعدين خلصت اروح اقول له ايه برضو في البيج ريكوردنج ستوب ريكورد وبعدين بلاي. اللي انت عملته موجود محفوظ عندك في الملف بتاعك سنه ورا سنه ورا سنه. وانا كنت محضره لكم اصلا في البيج سورتر محضره لكم صوره يمكن انا مسجلها اهي مسجلها من 10 سنين ازاي احنا بنرسم الكيوب والطلبه بتتعامل معاها بالمنظور ده. تقول لي اوكي خلاص عرفنا ان هنا في جاليري محترمه متقسمه. اهم حاجه عندي ان يكون عندي ملف احط فيه كل شغلي اقدر حالي وعندي جاليري اسينشال اللي هم 8000 ايتمز دول اللي هم متقسمين تقسيمه حلوه جدا بين الصور والانتراكتيف وحاجات كده. وعندي ليسون اكتيفيتي اللي هي زي ما قالت مس منى اللي هو مدرسه الرسم لما كانت بتعمل لنا لوحات بس دي لوحات فاضيه حضرتك تقدر تحط فيها الاسئله والطلبه بقى تحل ومستمتعه. تقول لي طيب وعرفت كمان ان الحاجات دي اقدر اشتغل بيها اوفلاين. وعرفت ان انا ممكن اختار ان انا اسجل اختار ان انا بعد كده اغير الخلفيه اقف هنا كده اختار خلفيه سيت باك جراوند فيل. يقول لي ايه هفتح صفحه جديده عشان هعلمكم حاجه صغيره او لما اجي كده هروح اعمل ايه سيت باك جراوند فيل. يقول لي انت عايزه ايه اقول له انا عايزه مثلا بسوليد عايزه اختار ان الخلفيه تبقى اللون ده. تقول لي طيب وبعدين اقول له وعايزه على الخلفيه دي اجي اكتب حاجه اكتب مثلا منى اهي مثلا اي حاجه وطبعا الكتابه على البورد حاجه وهميه يعني. وبعد كده تقولي وهاخد شكل والشكل ده هختاره كده وهروح احط هنا الشكل ده وهعمل الفيل بتاعه برضو هختار نفس الدرجة نفس الدرجة. اوكي انا هختار كده معلش هختار الشكل ده وبعدين هختار الدرجة وهختار نفس الدرجة دي بقى عارفين ايه. وهختار كمان اللاين ستايل نفس الدرجه. خلاص مفيش حاجه موجوده على البورد. طب لا موجود. طب وانا هعمل ايه؟ هبدا ابين الاسم بتاعي واحده واحده. زمان احنا دخلنا السيشن دي كنا ايه ده؟ الراجل كان اللي بيدي المحاضره عامل ايه؟ ماسك كده حاطط صباعه على البورد وقاعد يجيبه كده والكلام بيظهر. يا سلام احنا كنا فاكرين الدنيا فظيعه احنا هنعمل كده. طلع من الموضوع يعني انت لابس تي شيرت احمر وحاطط قطعه فوقيه حمراء فمش باين اللي في النص فايه لاني اللونين بنفس الايه بنفس الدرجه. فطبعا يعني الشغل بالمنظر ده كويس قوي 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 وانك انت تعمل اكتيفيتي وانك انت تعيش حياتك. ويعني مهما اقول لكم هو السوفت وير كويس قد ايه انك انت من هنا تسجل السيشن. انا كنت سجلت الصفحه
بس انت عايز تقدر تسجل السيشن كلها. تسجيل السيشن ده يقولك انت عايز تسجل ايه، تسجل حته صغيره يعني، تسجل اريا ولا ويندو كامله ولا الديسكتوب، تقدر تسجل وتعيش حياتك وانت بتسجل عادي حتى لو السمارت بورد مقفوله. فطبعا ده بيبقى مفيد جدا جدا واحنا بندي محاضره او اي حاجه، ان احنا يبقى عندنا تولز ثانيه نسجل بيها بدل التولز مثلا بتاع تيمز او على كامتازيا عن سعر. تقول لي طب هو انت عايزاني نقعد نشتغل كده؟ مش عارفه ان احنا مش فاضيين. اقول لك فعلا عارفه ان انتم مش فاضيين، وعارفه ان احنا نعمل الدروس حاجه صعبه. اقول لك بس انا عايزاك تعرف السوفت وير، وبعد كده اقول لك لا بعد كده بقى على موضوع تاني. بعد كده هو الموقع، يعني انا فتحت الانترنت وكتبت لكم الموقع ده اللي هو اسمه exchange.smartboard. تقول لي طب وده بيعمل ايه؟ اقول لك هنا بس النت وحش، متقسم لمواد. لو انا اخترت الماث، ده الموقع اصلا عليه دروس جاهزه فظيعه فظيعه. تقول لي معموله حلو جدا. هقول لك ان انا مدرسه ماس، فعايزه ادور على درس اسمه اديشن جمع. يقول لي انت عايزاه لانهي مراحل؟ ممكن اقول له لكل الجريدز، وممكن اقول له لا انا عايزاه لجريد 1 وجريد 2 جريد 3 ماشي. يقول لي عايزاه لانهي بلاد، اقدر اختار طبعا حاجات كندا حلوه جدا، حاجات امريكا، حاجات اختار البلاد اللي ايه اللي تعجبني. اوكي طبعا نقول بلاد العربيه عامله شغل حلو، احنا عاملين شغل حلو الكلام ده. اجي اختار مجموعه البلاد اللي انا عايزه اشوف بيها الجزئيه دي، ده درس موجود في الماث، موجود في الرياضة، وبعدين أقول له جو. أنا كده بدور على درس. يقول لي عندك 4204 درس معمولين، تقدر تعمل لهم داونلود أو تقدر تعمل لهم بريفيو. أنا في الأول كنت بعمل إيه؟ الدرس اللي شكله يعجبني أقول له يلا داونلود. أو المفروض إنك أنت بقى علشان ما تعملش زي الدنيا تبقى زحمة تشوفه الاول، لو عجب حضرتك اعمل له داونلود، لو ما عجبش حضرتك اتفرج على حاجه غير، وبعدين روح لنيكست نيكست نيكست. لا انا عايز اعمل له داونلود. تقول لي اعمل داونلود لخمسه سته. طيب وبعد ما تعمل داونلود لخمسه سته، فتح اهو سمارت نوت بوك 11 في 17 تقريبا و19 وحاجات كده يعني. تقول لي بعد ما يفتح السوفت وير ده، اقول لك انا كده فاتحه كام واحد؟ فاتحه واحد اثنين. اقدر كمان افتح سمارت بورد جديده. تقول لي انت عايزه تعملي ايه؟ اقول لك انا عايزه اجمع، عارفين من كل فيلم اغنيه؟ انا نزلت 10 دروس، الصفحه دي في الدرس الاول عجباني، والصفحه دي في الدرس الثاني عجباني، والصفحه دي. تقول لي افتح واحد فاضي خالص، فاضيه خالص يعني، افتح صفحة فاضية خالص وبعدين أقول لكم نعمل. شايفين هي دلوقتي إيه؟ الاثنين دول موجودين. أقول أنهي واحدة اللي عجباك؟ شايفين الدرس اللي نزل؟ وعلى فكرة نزل بيتعمل له إيديت، يعني هو مش نزل كصورة، هو نزل تقدر تغير وتقدر تعمل كل حاجة فيه. أقول الصفحة دي عجباني. أقول لك عندك تو أوبشن، شايفين الماوس وقفت عليها وكده؟ دي صفحة في إيدي أهي. انزل واجي هنا اسيبها، بقت موجوده، وافتح صفحه جديده. اوكي افتح صفحه جديده من هنا. برضو ممكن اعمل ايه؟ اروح بقى على الفايل بتاعي، اقول كانت بتتكلم في حاجه عجباني، اقول لا تقول لي مثلا دي، اروح واقفه واخداها ونازله. يبقى حضرتك تعمل ايه؟ حضرتك اعرف السوفت وير واعرف الامكانيات بتاعته، وبعدين وبعد كده اتعلم المواقع بتاعته. يعني السمارت بورد بنفسكم شفتوا درس واحد
جبت منه 4200. الموقع بتاع البروميثيان نفس الاعداد واكتر. يعني انت ممكن تقول الدرس ده حلو هنا والدرس ده حلو هنا وهكذا، وتعيش حياتك وانت شغال بالجزء اللي انت عايزه. الموقع مفيد. انت على فكرة انا داخله اهو مش من دون ما اعمل ساين ان، رغم ان الساين ان بتاعه ساين اب بتاعه فري، تقدر انك انت تاخد من عليه تدريب وتوصل للكوميونتي وتقدر تعمل حاجات كتير جدا، تقدر شير ريسورسز، وده دورنا على فكرة. يعني ايه؟ يعني انك انت لازم تعمل شغل. احنا عندنا مدرسين لغة عربية عاملين شغل حلو جدا عليه مصريين. ومن هنا كمان انت ممكن تروح الموقع ده وتقول انت عايز تروح لمين، لأفريكا، الميدل ايست، كده اختار البلد اللي انت عايز تبقى الواجهة بتاعتك بتتكلم بيها او بتترجم. فهرجع تاني أأكد، عشان في أنواع كتير جدا من السمارت بورد. السوفت وير ده فري، السوفت وير ده ممكن تسطبه على أي سمارت بتاعتك مهما يكون نوعها، تكون غالية أو رخيصة أو صيني أو، وبرضه في مصر على فكرة عاملين حاجات حلوة كتير جدا. أنا يعني السوفت وير بحبه قوي، ولو عدت انطلق مش هخلص، بس كنت يعني هسيب الخمس دقايق دول علشان ارجع لو في اي حد عايز اي سؤال انا هكون معك. السلام عليكم. مس منى. اي اتفضلي. احب اهنيكي على الشرح الجميل. في حد بيسال سؤال بيقول ممكن ثواني بس عشان ممكن اسطب السوفت وير على الجهاز. طبعا انا على فكره الجهاز اللي انا شغاله عليه ده مش جهاز وهم، يعني ده جهاز تعبان يعني، بس مش لحد، بس في نفس الوقت انت بتاخد السوفت وير وتسطبه وتعمل الشغل بتاعك. في حاجه مهمه جدا جدا انها ساقطه. بصوا، من كلمه فايل انتوا ممكن تعملوا ايه؟ انتوا ممكن تعملوا امبورت. امبورت لايه؟ يعني انت هنا امبورت تدخل السوفت وير، تدخل باوربوينت، بي دي اف، وورد، تدخله تحوله سمارت. تقول لي طيب ما انا هقعد اشتغل واوجع قلبي ومش كل الناس عندها السوفت وير بتاع السمارت بورد، احنا نتصرف ازاي ونتعامل ازاي؟ اقول لك ما يهمكش، اشتغل الشغل اللي انت عايزه، وبعد ما تشتغل الشغل اللي انت عايزه اعمل ايه؟ قول له اكسبورت. يقول لك انت عايز تعمل له اكسبورت ايه؟ يعني هو هنا في الفايل، انا هاجي اروح اعمل له اكسبورت. لما اقول له اكسبورت يقول لي انت عايزه تعمليها ايه؟ ايمج، يعني كل واحده بقى يحولها لك لصوره كده في فولدر، ولا عايزه تعملي لها تحوليه لبي دي اف، لباوربوينت او لبي دي اف او سي اف اف، مش عارفه يعني ايه. طيب وال 10,000 ايتمز اللي احنا قلنا عليهم، لو ما عجبكش انت تقدر تعمل لهم امبورت من بره. يعني انا بشتغل على مش عايزه الصوره دي، انا عايزه اللي هو الشكل الجرافيك الثاني اللي لونه اورنج مثلا. طب ما فيش مشاكل، اعمل له امبورت ودخله. لو هو ليك اي احتياج فيها. طيب هرجع للاسئله. مس شيرين، لو في اي حد عنده سؤال من فضلك ممكن تقوله لي. هو في حد كان بيسال سؤال مهم، بيقول ينفع نشاركه مع الطلبه عن وسائل التعلم؟ بصي هقول لك على حاجه، ينفع نشاركه مع الطلبه؟ ينفع نشاركه مع الطلبه، لان السوفت وير دوت انا خدته فري، فما فيش اي مشكله ان الطلبه تسطب على اجهزتها السوفت وير وبعدين تشتغل بيه، او حضرتك تحوله لها الى باوربوينت. في مواقع كمان، يعني احنا عندنا ال ام اس، فيه اوبشن انك انت تقدر تفتح
الفايل بتاع السمارت بورد حتى لو ما عندكش السوفت وير نفسه. اوكي بس الاوبشن ده بيجي ازاي من على ال ام اس انا مش عارفه. شكرا يا مس منى، اشكرك شكرا جزيلا. وطبعا ان شاء الله التسجيل بتاع المحاضره هيكون في نفس لينك التسجيل بتاعنا، لينك المحاضره نفسه هتلاقوا التسجيل بتاع السيشن بتاعتي. شكرا وان شاء الله نتقابل مع بعض في السيشن الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.